وينضم إلينا مراسلا الغد من الجزائر كريم قندولي ومن باريس بلقيس النحاس. البداية مع كريم. كريم، إذا ما تأثير هذه يعني التصريحات التي صدرت على الجزائر بوجه خصوص؟ صباح الخير شروق. يعني هذا الخبر المتعلق بكشف عن وثائق سرية متعلقة بالأرشيف الفرنسي في الفترة الاستعمارية، هذا الأرشيف الذي يزيد عمره عن 50 سنة. هناك العديد من وجهات النظر، يعني هناك من يقول بأن هذه الخطوة ربما كانت منتظرة في ظل التقارب الجديد ما بين الجزائر وفرنسا في فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد بدأ ذلك باسترجاع الجماجم المقاومين أكثر من 84 جمجمة، وبعدها الاعتراف مؤخرا فقط في شهر يعني في مارس بقتل وتعذيب المناضل والناشط السياسي علي بومنجلعي، عوض الرواية التي كانت تقولها فرنسا بأنه انتحر ولم يقتل من طرف فرنسا. لكن يعني هناك ثلاث وجهات أو أربع وجهات نظر في هذه القضية. الأولى متعلقة بالتاريخ بحد ذاته، لأن الكشف عن هذه الوثائق سيساعد في كتابة التاريخ بشكل صحيح بعيدا عن التزييف، وسيكون ذلك مفيدا جدا بالنسبة للباحثين في التاريخ والمؤرخين سواء كانوا جزائريين أو فرنسيين حتى المهتمين بحرب الجزائر. النظرة الثانية وهي متعلقة وجهة نظر الثانية متعلقة بدائما الشكوك التي تراود الجزائريين تجاه المستعمر الفرنسي الذي دائما يكتفي بالفتات ولا يقدم كل الكعكة والحقيقة مثلما يقال، وممكن أن يكشف عن ما يناسب الجانب الفرنسي ولا يناسب الجانب الجزائري، وبالتالي نعم. الجزائريون خاصة المؤرخون والعسكريون أيضا يطالبون بالكشف عن كافة الأرشيف وليس يعني ما يخدم فرنسا فقط، ولا سيما من جانب التجارب النووية وأيضا الاغتيالات وجرائم الحرب على غرار مجزرة 8 ماي بسطيف وخراطة وقالما، وبالتالي ممكن أن تأخذ الجزائر هذه الوثائق وهذه المعلومات كعكاز تتكئ عليه من أجل الظفر بالاعتراف بجرائم الحرب التي مارستها فرنسا في الجزائر طيلة 132 سنة. وعندما نقول 132 سنة، فرنسا تود أن تكشف ممكن عن أرشيف يزيد عمره عن 50 سنة، لكن الجزائريين يطالبون بكافة هذا التاريخ المتعلق بالفترة الاستعمارية، لأن فرنسا غادرت الجزائر وتركت بلدا دون تاريخ ودون يعني وثائق رسمية يتكئ عليها، لا سيما في مجال التجارب النووية، لأن الفرنسيون قاموا بتجارب نووية في صحراء الجزائر في منطقة أضرار وفي منطقة رجان، لا زالت حتى الآن تعاني يعني السكان وأهلي هذه المناطق من إشعاعات نووية وتشوهات خلقية وأيضا يعني صحية كبيرة. وقد شهدنا على ضوء هذا قبل شهر من الآن خلال افتتاحية الجيش أن الجيش الجزائري طالب بنبرة حادة من فرنسا أن تكشف عن مواقع هذه النفايات النووية حتى يتم إزالتها والتخلص منها. نظرة أو وجهة النظر الثالثة ربما تقودنا إلى يعني الحديث حول افتكاك الاعتراف بجرائم الحرب، لأن ذلك متعلق بمطلب شعبي وليس حكومي. الجزائر تطالب باعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر، وليس فقط يعني تقديم بعض التنازلات التي يعتبرها الكثيرون عبارة عن فتات دون تقديم يعني الحقيقة. كريم ابقى معي ونذهب إلى بلقيس النحاس من باريس. مرحبا بك بلقيس. إذا ما هي تداعيات وأسباب الكشف عن هذه يعني الأشياء الموجودة في الأرشيف، وأيضا ما دلالة هذا التوقيت للكشف عن هذه الأشياء؟ نعم شروق، بالفعل أنا الآن متواجدة أمام المركز الأرشيف الوطني للفرنسي، والذي من اليوم سوف يبدأ عملية تسهيل المعاملات وتسهيل الحصول على المعلومات السرية التي كانت طيلة الأعوام الماضية محرمة على الجميع، غير مسموح بالحصول عليها. اليوم سوف يفرج عن ليس فقط وثيقة أو وثيقتين أو عدد من الوثائق، إنما علب من الوثائق بأكملها، وهي تعبر عن
تاريخ كامل. يجب أن أذكر شروق أنه كان فيما قبل من المسموح الوصول إلى المؤرخات التاريخية أو الوثائق والتي تخص فقط ما قبل عام 58، يعني ما قبل الحرب أو استعمار الجزائر، استعمار الفرنسي للجزائر. أما اليوم سيتضمن الآن الوصول إلى فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، يعني من عام 1958 إلى عام 1962، وسوف تشمل أيضا الفترة التي تركت فيها فرنسا خروج آخر جندي فرنسي من الجزائر عام 1971. إذن هو أرشيف تاريخ كامل كانت قد طالبت به الجزائر فرنسا منذ زمن طويل بأن تكشف بهذا التاريخ. هذا التاريخ ليس فقط وثائق، إنما هو جزء من هوية الجزائريين. سوف يتم من الممكن الكشف عن حقائق جديدة، صور جديدة، مشاهد جديدة، إثباتات جديدة لكل ما اقترفته أو فعلته فرنسا بداخل الجزائر قبل خلال الاستعمار وبعد الاستعمار. طبعا ما هي الدلالات؟ الدلالات التي أو التوقيت الزمني جاء ضمن المساعي التي تسعى إليها الإليزي بقيادة إيمانويل ماكرون الآن الرئيس الفرنسي لمصالحة بين الذاكرة الفرنسية الجزائرية من خلال التقديم ببعض التنازلات أو تنفيذ بعض المطالبات التي طالبت بها الجزائر فرنسا منذ عهد طويل. على سبيل المثال كان هنالك بعض المطالبات بالاعتراف بقتل بعض الرموز المشهورة كعلي بومنجل، والذي منذ الأسبوع الماضي تم الاعتراف رسميا بقتله وتعذيبه من قبل الحكومة الفرنسية. تأتي هذه الطلبات ضمن تقرير أعده بنيامين ستورا في 20 يناير بناء على طلب إيمانويل ماكرون لفتح هذه الجروح ومداوتها. يعلم إيمانويل ماكرون أنه من الصعب بالفعل ما حدث وما مر بالجزائر، ليس من السهل وليس من السهل فتح هذه الملفات، ولكن يرى أنها الطريق السليم أو الصحيح لمستقبل من الممكن أن يكون هنالك تصالح مصالحة للذاكرة بين الجزائريين والفرنسيين، خاصة بما اقترفته فرنسا خلال فترة استعمارها للجزائر. بلقيس نحاس من باريس شكرا جزيلا لك، وكريم قندولي من الجزائر شكرا لكما مراسلا الغد.